بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى على آله وصحبه وسلم. أهلا بيك وحبيب المشاهدين. النهاردة من أسواق نيلوفير، إن شاء الله هناخدكم بجولة في أسواق نيلوفير، الملابس والخضار والفاكهة كله مع بعضه. نشوف الأسعار ونشوف الملابس وصلت لفين، ونشوف الخضار والفاكهة وصلوا فين في الأسواق الشعبية. ده سوق الملابس الكبير. طبعا اسواق نيلوفير دي من اكبر الاسواق اللي موجوده هنا في البورصه، ويمتاز هنا السوق ان هو سقف مغطى كله، مش موجود في الشوارع والازقه والكلام ده كله، لا ولا في مطر ولا في هواء. يعني النهارده في شويه هواء كده لان في هواء شديد اليومين دول. بصوا احنا كده داخلين ان شاء الله على الاسواق الخضار والفاكهه، بس هنشوف الموديلات اللي موجوده هنا والاسعار واحنا ماشيين، ونشوف اسعار الجواكت الجميله. بصوا الجواكت دي ب 300 ليره. اسعار طبعا رخيصه جدا. بصوا الحاجات الجميله دي يا جماعه 300 ليره، شكلها شيك. ده كبار وصغار، مش انت تعرف البارتشالاش وتشوز. بصوا المنظر يا جماعه، مبطنه طبطينه جامده قوي، وزال ما شاء الله. شوفوا زال بصراحه، تجد هنا حاجات فرص تجدها هنا. طبعا احنا عارفين الاسعار بره بقت غاليه، في كوليه هنا جميل اهو. الكولي ده بيشيوز، ده بيشيوز برضو، بيشيوز دي بتشوك، ده ب 750، ده ب 175 ليره، يعني 500 ليره. ده طقم تحفه ما شاء الله، ده 450. الناس اللي بتحب الاكسسوارات والحاجات الجميله دي يا جماعه، دي تحفه، دي ب 275 جميله. الناس اللي بتحب الاكسسوارات، بصوا الطقم ده ب 150 ليره، شكله شيك جدا. ناس بتحب تغير يا جماعه الحاجات الجميله دي، بصوا 130 ليره. وفي ناس بتجيب الحاجات دي وتعلقها في الذهب بتاعها، السلسله الاصليه بتاعتها، هذه ب 150 ليره. عايز اقول لكم بس ان الاسعار هنا ممتازه. بص القلب ده ب 250 ليره، القلب حاجات جميله هنا ما شاء الله. بالانبا ما هو بيكون بيوصل حلقه، ده يعني تحفه. بصوا يا جماعه اخد ذهب بالظبط، لطيفة ما شاء الله. ده ب 200 ليرة، بس شكله شيك جدا. بصوا 200 ليرة، كل حاجة هنا عليها سعرها. الأحمر ده 140، يعني حاجات بصراحة ما شاء الله. شوفوا ده هنا الأسواق، مش عارف المكان اللي هناك ده مكتظ بالناس. هقول تم في المكان الرايق شوية. البناطيل 150 بدل 300. اسواق نيلوفير بيعملوا تخفيضات على طول، يعني 350 بدل 500. جاكيت والبنطلون بتاعه 350 بدل 500. اسعار هنا ممتازه. الاكسسوارات بتاعت الموبايلات تجدها هنا. برضو الاسعار هنا تجدها مختلفة عن الاسواق اخرى كثيرة. دي كيوز 200 ليرة،
بارتي 200 لا بارتي 200 200 ايه بارتي 200 حاجات هي يعني قدامكم اهي يا جماعه بس عاملين جبال منها شريط 30 ليرة شربات 23 قطن تركي زي الفل في الملابس دي ديمو كلها موديلات هنا 50 ليرة الموديلات دي 350 دي اوريجينال الحاجات بتاعت المكانس دي بتاعت المكانس اهي الفرش اهي يعني دي 80 ليرة بص دي تحفة دي بتركب في اي مكنة على فكرة حسب الماكينة بتاعتها حسب الماكينة بس الزور ده واحد على فكرة لان انا شايف هنا في اختلاف يعني بين كل واحده واحده انت تقول المكنسه اللي عندك ايه يجيب لك الوش بتاعها تيشيرتات ماركات التيشيرت ده تقيل ممتاز جدا 150 ليره اهو شيرت نفسه تحفة كولومبيا انا شايف في تيشيرتات رائعة بس ب 150 ليرة لاكوستا 150 ليرة يوزيلي يوزيلي كله ماركات هنا كله تقليد ماركات عالمية جميلة 150 ليرة حاجة تقيلة على الشيطة وده ب 200 ليرة بصوا يا جماعة ب 200 ليرة وفي بالزعبوط الحاجات دي ب 250 دي ب 150 ليرة التوكة ب 10 ليرة التوكة دي بنس الشعر موجودة اهي لو عايز المفرش بتاع الماكو بحط في الماكو ب 100 ليرة يعني سلسلة أي سلسلة هنا ب 100 ليرة الشنط الجميلة دي موجودة هنا السوق الشنطة ديت جميلة بتاعت مكياج اهي بصوا موديلات الشنط اهي شنطة 350 ليرة الصغيرة دي مش
عارف غالية ولا رخيصة. الست أطباق هنا ب 300 ليرة، أطباق المفلطحة دي على فكرة جميلة يعني حلوة. ستة من دولت شوفوا زي بس الكوبايات دي الكوبايات الخفيفة قوي تقريبا اكريليك او حاجة زي كده، بس انا دي بتتكسر على فكرة، بس خفيفة يعني خفيفة. تاخد ستة 15 الواحدة ب 15، تاخد الستة ب 85، الواحدة ب 15 الواحدة ب 15 قوم بيش. بصوا دي ب 15 ليرة. جميلة ب 15 ليرة جميلة. دي جميلة برضو ب 15. المهم اللي تاخد كمية أكبر أهم حاجة. دي مدرجة، دي تحفة عشان دي مدرجة بصراحة. ودي فريحي حلوة برضو. الواحد محتار ياخد أنهي كوباية بصراحة. أنا قامت كبيرين بصراحة، أنا كبيرين بصراحة. دي بتحط فيها بقى مدرجة، تحط فيها 200 ملي 400. حلو بصراحة حلو. دي جميلة برضو. خلاص يا جماعة ناخد دي زي ما انتوا قلتوا، اهي شكلها شيك. طب خلاص ناخد المدرجة كمان. ايه تاني؟ هناخد الاثنين الجمال دولت، واحدة مدرجة واحدة عادية. طبعا الاثنين دولت ب 30 ليرة، لو خدت ستة ب 85 ليرة. طبعا احنا هناخد اثنين بس. بو قدر يا تير. شكرا. ادينا لها 100 ليرة وخدنا الباقي اهو يا جماعة. 70 ليرة. يلا بينا. هي والشنط كل حاجة هنا هتجدها في هذا السوق. هنخش على سوق الخضار بعد قليل. بصوا بيبيعوا هنا الحاجات اللي اسمها تيبس او الصينية بتاعت الشاي. $25 صينية شاي. كنت عارف الحاجات دي رخيصة هنا، التبس يعني. والمغرفة ديت او المعلقة دي دو صيني 25 ليرة، مش بلاستيك، دو صيني 25 ليرة برضه. عنده الكبيرة اللي ورا كمان شكلها شيك. وداخلين كده على سوق الخضار والفاكهة. طبعا احنا كنا بنعمل ده فيديو بس عشان ننجز النهاردة ونوريكم اكبر قدر من الاسعار اللي موجودة هنا. برتقان ب 17.5، اليوسفي 3 كيلو ب 50. التفاح يا جماعة ب 30 ليرة، تفاح تحفة ما شاء الله. هنا بقى هنا بصوا الكاكا يرمي بيش ده الباكت ده ب 15 ليرة الباكت. طبعا ده مستوي ده ب 25 ليرة، ده ب 15، ده ب 30. يعني انا عندي الجيب ده طبعا افضل من ده. ده لسه بدري عليه، المفروض السعر يبقى العكس.
herhalde 1-2 kilo. Ben de kaç kilo? 2 kilo. Abi, hanginiz yaptı? Cuma. Oldu Cuma. Uçak sonra uçak. المكسرات هنا يعني اسعارها مش بطاله، يعني اللوز ده ب 360، الفستق ب 550. كنت عامل لكم انا سوق المكسرات يا جماعه اللي هو من يومين ده، سوق المكسرات اهو نفس النظام نفس الاسعار، يعني نفس اسعار سوق المكسرات. ده السوداني بالبندق مع تحبيشه 340، ده ب 440 في كاجو. السوداني ده ب 180 ساده. أعتقد دي أسعار يعني ممتازة، أو زيها زي سوق المكسرات بالظبط. خلي بالكم الدولار ارتفع يا جماعة، الدولار يعني عدى حاجز ال 29. البيضة هنا ب 3.5. هحط لكم أسعار هحطلكوا اسعار الدولار واليورو في اسفل صندوق الوصف. اليومورتا هنا ب 15 ب 75، البيضه دي ب 6 ليره، البيضه اللي هي الصفرين دي بيضه ب 5 ليره، البيضه دي بتاعت القريه، البيضه فلاحي ده تحفه، ده والله ده البيض ده تحفه ما شاء الله. ده بيض بلدي متسخ ازاي بيسيبوه، مع ان البيض ده بلدي وتحفه ما شاء الله. البيضه 3 ليره، يعني الكرتونه الكبيره ب 90 ليره. الرمان ب 35، 30 تفاح، التفاح كله بثلاثينات. صفارجه ال 30، طاقه هنا ب 30، وعلى الجنب الاخر اقل درجه بعشرينات، يعني كله هياكل يعني. برتقانة اهو ب 25 ليرة، اليوسفي 53 هنا، السوق كبير وضخم، في ناس هنا بتبيع الحاجات الدرجة الأولى فقط. الطماطم دي ب 35، تشكي 40 ليرة الموز، التفاح ده ب 40، 60 ليرة. دي النوع ده مختلف، الكوكا النوع ده ب 60 ليرة. الافوكاتو من اخر مرة اشترينا من عند الراجل كانت ب 35 ليرة. السلام عليكم. افوكاتو نيكادر 35 ده ب 35 ليرة برضو، نفس السعر يعني، بس كبيرة يعني حلوة ما شاء الله. ده ب 40 ليرة نفس السعر عنده. احنا بناخد كل مرة 3 ب 100. الطماطم دي ب 30، طماطم جميلة جدا ونظيفة حلوة. بامبا بامبا اوتوز بيش اوتوز بيش. بص هو مش حاطط عليها السعر، بس انا قلت له السعر ده 35، دي ال 30، دي بامبا، دي جميله، طماطم حلوه قوي للسلطه يا جماعه، دي يعني دي ما بتطبخش بيها، دي للسلطه. اللي عايز يطبخ بيها تاخدها الحمراء قوي اللي جنبها ب 30، الخيار ب 20 وب 35. بص الخيار البلدي هنا ب 35، الصباط ب 20 اهو، وجوز ما شاء الله ما شاء الله. شوف ازاي. السلام عليكم. ناس برضه هنا بتفهم في البلدي وفي الصباط، يعني الصباط ب 20 ارخص طبعا. يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله ب 15 ليره يوسفي. وده كمان 53. السلام عليكم. السوق هنا جميل جميل ما شاء الله، السوق كبير. شوف احنا جايين من سوق الملابس يا جماعه لحد هنا، السوق ده ضخم، يعني تيجي هنا تشتري ملابس وتشتري خضار وفاكهه اللي انت عايزه بقى. في عسل ابيض كمان، العسل هنا ب 300 وب 280،
وده ب 260 260 حسب النوع بتاعه. عاملين الحاجات دي من الشمع، مسيحين الشمع وعاملينه كده. ده الشمع الزيتون الجميل بقى، الراجل بتاع الزيتون ده. أسعار الزيتون برضه بتعلى زي الدولار. المنظر بص كبيرة ازاي، بصوا ما شاء الله، يعني حاجة بصراحة رائعة اهي. 50 ليرة. هنا هتلاقي الفاكهة الدرجة الأولى عند الناس دي، أو الفاكهانية فاتحين هنا في نص السوق. فاكهة الدرجة الأولى، التفاح مثلا زيادة 5 ليرة، بس حاجة تانية كمثرى كده يعني. ايش سنه بمندلينا ابو كاتو برضو عنده اهي كل حاجه يعني. يعني اعتقد هنا اسعار ممتازه بالنسبه لجوده الفاكهه. بصوا الكاكا دي بقى، دي ب 70، يعني دي ب 70 ليره. بس انا سمعت ان المطوله دي يعني اللي هي مش مطوله بتبقى افضل، سمعت والله يعني، الله اعلم يعني، او كلام الناس كتير. الاسعار زي ما انتم شايفين يا جماعه اهي. البرتقال 35 ما شاء الله. الخير هنا في تركيا موجود. ماكينه الاناناس بيطلع لك الاناناس كده ويحط لك في الماكينه ونزل على طول القلب بتاعها. البرقوق نزل اهو السوق. الجبنه ايه يا جماعه؟ جبنه لو، الجبنه اللي هي الجميله دي اللي بتقطع عليها خيار ب 60 وب 50 ليره، يعني ما زالت رخيصه يعني. وفي ب 100 يعني نص دسم، حاطط نص دسم فيها. وديت 130 ليرة أغلى حاجة يعني، ما شاء الله. في ب 50 وفي ب 60، ده الأسواق اللي هي الشعبية الدرجة الثانية يعني، مغلينها عن كده. في النيلوفير هنا رخيصة، الزبدة ب 260 ليرة طازة. الراجل ده أسعاره ممتازة. القشطة ايه الجميلة اهي، بصوا القشطة، منظر القشطة. القشطة هنا ب 240، الجبنة دي ب 230، الجبنة دي ب 140. أسعار الجبنة يا جماعة، السلام عليكم. هنا بقى تجد آثار الزرع والزرع كل حاجة. لو عايز تزرع أنت في طينة وفي حبوب، تزرع اللي أنت عايزه. كيس الحبوب أهي على الأرض أهي. ودي البلاستيكات، اثار الزرع ده، الزرع صبار بانواعه. بص الجميل ده، جو برادر تاتش بلا بيتاني وتوزبيش. وتوزبيش الواحده ب 35 ليره. بص المنظر، تشوف جزال ما شاء الله. صبار بتاخد لها العصريه الجميله الصغيره دي وتحطها فيها، بصراحه شكلها جميل يعني. وده الورد الجميل. ما دي تورتا اوليو شو يسكر تورتا ده والله لا يكبيوت. شوف ازاي المنظر، زهور جميله جميله، حاجات حلوه تحطها في الشقه. شجر ليمون جميل اهو، تاخدها بالليمون. ماندلين، ماندلين بيوسكي، يوسكي. في حاجات حلوه، بص السناجين دي بتبيع بالواحده والمج والكلام ده كله. بص الفكره دي، بص الفكره دي. شوف جزال، جزالة دي جميله. العروسه جابت لي العروسه اهي. الليلة. حاجات جميلة هنا يعني.
برضو حاجات في اللذيذ. شوف جزاز ادي قرش الراجل ده حبيبي ده، بصوا اهو الراجل ده يعني اول ما يشوفني بصوا اجي وش كده هوش الدوج بس نمسك ايه مسنا استاذ نيس الله راضي الله راضي. بصوا حبيبي ده عنده الخضار هنا الطازه ده، البقدونس والجرجير. بصوا يا جماعه شبت طازه طازه هيبسي طازه ما شاء الله. حاجة مغسولة هنا وحاجات جميلة. السلام عليكم. الجنزبيل اهو. هي دي اسعارها بزيادة بس دي ذات جودة ونظافة، وبصوا بتبرق ازاي؟ يعني تاخد وتاكل على طول يعني. ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. سوق السمك الجميل تنظيف. احنا جينا من ورا. اسماك غاليه شويه يعني مش عايز اصدمكم بالاسماك، اسماك عليت بدرجه عاليه شويه. السمك الطماطم هي 35 بامبا توم. الطماطم دي اسمها اسكي توم. جون وين ار يو فروم؟ اسكي توهام. توهام اسكي توم. توم ايه اسكي توم. بامبا باب باكبو بامبا باب بو اسكي توم. بو اسكي توم. شيك بقى بني بدا شيك بقى يخش بو يرسل بو بدي شو ابي شكر بس بو اسكي توم. اللي ليرة ايت ابي بقى شو ابي شكر بس خبق خبق سيدي السيارة ب 35. الناس هنا جميلة جميلة تحب تهزر. ده 35 اهو. ده بقى حراق بس شوية فلفل بس 75 ليرة كيلو 50. ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا ده أسعار هنا. بصوا الجمبري، جمبري ب 250. سمك بقى الواحدة من دي ب 70 ليرة. السمك المرة دي عالي عالي يعني. ده الراجل بتاع زيت الزيتون اهو يا جماعه، ارخص واحد بيبيع زيت زيتون هنا. بصوا اهو ده ما شاء الله اكيوزي اللي 250 ليره 2 لتر. الازازه دي لوحدها غاليه اساسا. هنشوف الزيتون ده، زيت الزيتون ده يا جماعه، وهنقول لكم الدرجه بتاعته ان شاء الله. الواحده ب 250 بيش كيلو نيكادر؟ بير بين ليرة بألف ليرة. الخمسة من ده بألف ليرة. أنا شايف في اختلاف. ده مغبر بو نيكادر اكي ده ب 200 يا جماعة. بو لترا اكي لترا بليترا بليترا اكيوز. اما بو بير بتشوك لترا اكيوز اللي كامبانيا. اما بو باشكا يعني اين باشكا دي بو bak bu arabadan çıktı gece soğuk donmuş bunu sabah yeni yaptık. Hangi iyi işte iyi yani bundan. بص يا جماعه ناخد الكيلو اللي هو ده الكيس. تمام تمام. ده قصة تقيل. ده ب 200 ليرة. بوه ها؟ بص يا جماعة هندوق الزيت اهو.
Çok güzel. Tabii. Bizim kendi zeytinimiz. Aa, da zeytun asli. Dotu bi'amil fi zor kede şuaya gama. Bak ben olsam bu 5 litreye alıp giderim bunu. Devlet Abu Ayfi de yani de tuhfe. Başka yok. Bir tane var. Bir tane bunlar. Bunlar boş. Bunlar boş. Tabii ki عنده غير dolu bir tane var. Akhir vahde ب 1000 lira. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Güzel. Teşekkür ederim. Haydi görüşürüz. Şurası. Selamun aleyküm. Sağ ol. Hiyar 35. وممكن دي 25 كويسة جدا. أنا شايف في الفلفل ده بقى ب60 ليرة. الفاصوليا ب60. والصوليا ب50. 25 بدنجان. الكوسة ب50. الأسعار فعلا زادت يا جماعة بس عشان ارتفاع الدولار وارتفاع المرتبات. مرتبات الناس ارتفعت بطريقة كبيرة يعني الناس دي بتشغل عندها ناس عمالة وعارفين الحد الأدنى يعني ما شاء الله الحد الأدنى هيعدي رقم كبير يعني احتمال يعدي رقم رقم بالألفات كبير قوي يعني ودي كانت جولتنا يا جماعة جولة سريعة هنا في أسواق نيلوفير حبينا نفرجكم على الأسعار اللي موجودة هنا بنقول لكم تحياتنا ليكم جميعا كان معاكم محمود علي من أسواق نيلوفير لا تنسوا الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.